فيلم كليوباترا اتعرض لانتقادات من قبل ما يتعرض، وده لان البوستر بيصور الملكة بشرتها سودة. ضجة كبيرة حصلت من بعد ما نشرت منصة نتفليكس بوستر لفيلم وثائقي جديد بيجسد حياة الملكة الفرعونية كليوباترا، وظهرت بطلة الفيلم على البوستر بشرتها سمراء وبملامح افريقية، وده اثار غضب كبير من رواد السوشيال ميديا والناشطين، واللي شافوا ان ده تزييف لتاريخ الفراعنة ومحاولة لاثبات ان الفراعنة كانوا سمر من اصول افريقية، وده مش صحيح. وعلق الدكتور زاهي حواس على البوستر وقال ان ده مش صحيح تماما، لان الملكة كليوباترا كانت يونانية الاصل، ومعنى كده انها كانت شقرة مش سمرة، وان ده ما هو الا تزييف للحقائق، وهدفه الترويج ان الحضارة المصرية سوداء، وده طبعا غلط جدا، لان الحضارة السوداء ما حكمتش مصر غير في الاسرة 25 خلال حقبة مملكة كوش، يعني في اخر الحضارة. طالب كمان زاهي حواس باخذ موقف من منصة نتفليكس.